اهلا بيك حبيبي المبرمج الصغير وحبيبتي المبرمجة الصغيرة. احنا اخر مرة كنا عملنا البرنامج بتاعنا، كنا وصلنا للصفحة دي لو تفتكر اهو. عدت العربية، ضربت 3 كلاكسات، طلع علي اهلا بطاطس وراح ركب العربية. بعد كده العربية خدته وتوكلت على الله عشان يطلعوا على البحر. فالصورة الثالثة اللي انا محتاجها بحر، اضغط على علامة زائد هنا، محتاجين بطاطس معانا، وادي البحر اهو. وتعال نصغر بطاطس شوية اهو، محتاجين برضو كمان علي معانا اهو. علي اهو، بس اصغر برضو يا علي. محتاجين كمان العربية تكون معانا في الاخر تحت خالص اهي. وانتي عربية هنجيبك هنا اهو، تعال برضو نصغرها شوية. اصغري مرة، تعال نجيبها هنا كده مثلا. المفروض ان عايزين بقى ايه اللي يحصل؟ بطاطس يكون مختفي، يظهر وبعد كده يتحرك ويجي هنا، ماشي كده. وبعد كده علي بعديه ينزل ويجي يقف جنبه يقول له ياه ان البحر جميل فعلا. خدوا بالكم ان علي اول مره يشوف البحر يقول له ان البحر جميل فعلا، هيا بنا نلعب يا بطاطس، ماشي. فتعال الاول خلينا نخلي بطاطس يكون مختفي ويظهر. فاحنا عايزين اول ما نضغط على، يعني احنا عايزين بطاطس الاول يكون مختفي. فين بطاطس؟ انا واقف عليه، اختفي يا بطاطس، هو موجود في الرسمه بس مختفي. واول ما نضغط على زرار ستارت بطاطس يظهر ببطء، صح كده؟ اظهر، نقول له اظهر يا بطاطس ولكن ببطء اهو. فيلا كده ظهر بطاطس ببطء، عايزينه بقى يبدأ يتحرك ناحية اليمين لغاية ما يوصل للآخر هنا كده مثلا. هيمشي كام خطوة؟ عندي 3، قول نخليه يوصل ل 19، يمشي له حوالي 15 خط. 19 ناقص 3 كام؟ 16. خليه يمشي 16 خطوة. طيب بطاطس ظهر اهو. يلا يا عم بطاطس ابدأ اتحرك 16 خطوة ناحية اليمين. حلو، يلا كده هيبدأ يمشي 16 خطوة ناحية اليمين. طب أنا مش عايزه يلف وشه كده عشان يبقى ناحية، يبقى باصص للعربية وعلي، فممكن تخليه يلف وشه كده، تقول له لف يمة الشمال، امشي روح يمة الشمال بس امشي بمقدار صفر كده، هيلف وشه. بص كده أهو، بطاطس ظهر وبدأ ينزل من العربية وبدأ يتحرك 16 خطوة يمين ولف وشه. الله عليك الله عليك. بعد كده برضه أنا عايز علي علولة هنا برضه، وكمان علي كان مختفي، علي عايز علي وكمان يظهر هنا، عايزين نخفيه برضو. تعالى يا علي انت برضو لازم، انت كمان في بداية الصورة او بداية التصميم تكون مختفي. بعد كده عايزينك يا عم علي، بس عايزك تظهر امتى؟ بعد ما بطاطس يخلص ويروح هناك. ايوه كده، لا يبقى استنى، تعالى بطاطس بعد ما تخلص وتروح هناك يا بطاطس وتلف كده، ابعت جواب لونه. طب لونه ايه؟ انت لسه هنا ما استخدمتش اي جوابات، فممكن ترجع تستخدم الجوابات من الاول، برتقاني مثلا. تمام، هتبعت جواب برتقاني وتيجي لعلي تقول له يا علي لما تستلم جواب لونه برتقاني ابدأ اظهر ببطء. اظهر اهو ببطء اهو اهو. بص كده، تعالى من الاول تاني كده. ها بطاطس الظهر بدأ يمشي، هيروح يقف ناحية اليمين يلف وشه شمال، وبعد ما يقف كده يبدأ علي يظهر. ده احنا عايزينه هو ينادي على علي، يرجع يا عم البطاطس قبل الجواب، قبل ما تبعت الجواب تقول له ايه؟ هيا يا علي لقد وصلنا. تمام كده، تعالى كده قول له فين الكلام اهو. هيا يا علي لقد وصلنا، هيا، نكتب انجليزي، هيا يا علي لقد وصلنا. تمام، وابعت بعد كده الظرف العالي. يلا يا عم ادي بطاطس العربية وصلت اهي، بطاطس نزل هيبدأ يتحرك ناحية اليمين. هيا يا علي لقد وصلنا، يبدأ علي يظهر. عايزينه بعد ما علي يظهر بقى يتحرك ويروح يم بطاطس، هو نخليه يتحرك مثلا 14 خطوة. تمام، يبدأ يظهر ويبدأ يتحرك يم بطاطس 14 خطوة. يلا كده يا سيدي، بطاطس ظهر راح هنا. هيا يا علي لقد وصلنا،
بدأ علي ينزل ويبدأ يروح يمت ايه بطاطس. لا بس كده قريب منه قوي، خلينا نقول له مثلا 12. تمام كده، ارجع تاني يلا. هيا يا علي لقد وصلنا. يبدأ علي يظهر ويبدأ يتحرك جنب بطاطس. تمام، وبعد ما يخلص يقول له ايه، ان البحر جميل فعلا، هيا بنا نلعب. ماشي كده، يبدأ يقول له ها، ان البحر جميل جدا، ان البحر جميل جدا، هيا بنا نلعب. نلعب مكتوبة غلط، نلعب. تمام يلا كده من الأول. نزل بطاطس من العربية. هيا يا علي لقد وصلنا. علي هو كمان نزل من العربية اهو، ويبدأ يتحرك يم البطاطس ويقول له إن البحر جميل جدا، هيا بنا نلعب. طيب احنا لغاية دلوقتي عملنا التصميم الصفحة الأولانية لوحدها، تصميم الصفحة الثانية لوحدها، الثالثة لوحدها، عايزين نربط الثلاث صفحات دول ببعض. تعال هات الأولانية كده وابدأ حرك كده. ها، بدأ بطاطس يظهر. لقد وعدت صديقي علي أن آخذه إلى البحر لأذهب الآن. وبدأ صاحبنا ركب وراح ركب العربية، وبدأت العربية تتحرك مع نهاية برنامج العربية. عايز أروح للصفحة الثانية. أيوه بالظبط كده، أنا عند العربية أهو، مع نهاية العربية برنامج العربية اذهب إلى الصفحة الثانية اللي هي دي. تعال بقى كده شغل تاني كده. ها، لقد وعدت صديقي علي أن آخذه إلى البحر لأذهب الآن. ها، ركب العربية، تحركت العربية، مع نهاية برنامج العربية إيه اللي يحصل؟ أهي جت العربية، 3 كلاكسات، طلع علي. أهلا بطاطس. ركب العربية، تاخد العربية وتتحرك. ها، مع نهاية هذا البرنامج، مش البرنامج ده، البرنامج ده اللي بعد ما العربية نهاية. شفت كده، أنا قاعد إيه بشغل البرامج عشان أعرف هنقل للصفحة اللي بعد كده إمتى. يعني أنت لو جيت نقلت للصفحة رقم 3، ما ينفعش تحطها هنا، ما ينفعش تحطها هنا، لازم تحطها بعد نهاية حركة العربية، لأن آخر حاجة اتحركت في البرنامج ده كانت العربية. تاني كده، لأ تاني، أنا هحرك البرنامج الصفحة التانية كده. شوف العربية، بدأ البرنامج ده يشتغل. كلاكس، بدأ علي، راح له ظرف، اتكلم، راح ركب العربية. شوف مين اللي هيتحرك، بص هنا على البرنامج ده، اتحرك اهو. مع نهاية برنامج العربية انقلني للصفحة الثالثة. ايوه هو ده الكلام. ايوه يلا كده. ها، طلع علي، اهلا بطاطس، راح ركب العربية، اتحركت العربية. ها، تتحرك اهي، اتحركت. رحنا للصفحة الثالثة، وصلت العربية. اجى عمنا بطاطس نزل، قال لصديقه علي ايه، هيا يا علي لقد وصلنا. نزل علي من العربية وراح يم البطاطس. شفتوا الترتيب ماشي ازاي؟ طبعا انت لو جبت البرنامج من الاول هيشتغل زي ما احنا متفقين. تعالى كده من الاول اهو، قصة بقى قصة. يلا ها، ابدأ كده اتفرج، ولا استنى استنى استنى، تعالى نكبر. يلا ها، طلع بطاطس. لقد وعدت صديقي علي أن آخذه إلى البحر لأذهب الآن. طلع بطاطس، ركب العربية، ها مشيت العربية، ما شاء الله جميلة اهي. وبروحنا للطريق التالي، العربية جت اهي، بيب 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 يا علي. طلع علي، اهلا بطاطس. راح ركب علي، ركب معاه العربية اهو. وبعد كده العربية اتحركت، رحنا يمة البحر. نزل بطاطس من العربية، ايوه اهو، وقام نادي على علي، هيا يا علي لقد وصلنا. وبعد كده علي ينزل من العربية. الله على الجمال، الله على الجمال. سقف لنفسك، سقف لنفسك، ان البحر جميل جدا، هيا بنا نلعب. كفاية، هنكمل بقية القصة في الفيديو الجاي. يلا كفاية عليك كده النهاردة عشان ما كترش عليك. اشوفك في الفيديو الجاي.